جدا الفترة اللي جاية. هتسمع كلام كتير جدا، وخدوا بالكم. وانا متفق مع فريق الاعداد الحقيقة، وقلنا اي حاجة هتحصل هنقول ان في مشكلة، هنقول ان في مشكلة فعلا. لو في مشكلة هنطلع نقول لحضراتكم هناك مشاكل بتحصل، او مشكلة ما بين اسلام ومحمود سعيد مثلا، اتنين لعيبة يعني، بس انا مش عايز اقول اسماء اللي هيبقوا فيه يقول لك ده اسلام بيقول ان في حاجة. فهنقول لحضراتكم ان في مشكلة، بس مش هنقول المشكلة غير لما تتحل ان شاء الله. ان دايما كل اي فريق في العالم تبقى جواه مشاكل، ده طبيعي جدا يا جماعه، وبتحصل مشادات وبتحصل، ده دي اشياء طبيعيه. بس الناس اللي ما لعبتش كره قدم ما تعرفش معنى الكلام اللي انا بقوله ده. اسمعوا الناس اللي هي دخيله على كره القدم، دخيله على كره القدم، ما تعرفش معنى الكلام ده كويس، ما تعرفش ايه المشكله. يعني يقول لك ايه، اصل اسلام اتخانق مع محمود سعيد، ما اعرفش ان اسلام وهو خارج متضايق جدا ان هو ما عملش ماتش كويس، فلما لقى محمود سعيد في وشه فزق فيه فاتكلم معاه كده ولا كده، أو زعق معاه. بتحصل في كل بلاد العالم، ولكن دائما ما تحدث في الغرف المغلقة، وده بيحصل في النادي الأهلي، وبيبقى أندية العالم كلها والنادي الأهلي طبعا بيبقى عندهم مدير كرة محترم، مدير كرة بيعرف إمتى يقول للإعلام أنا عندي مشكلة وحطيت على فلان الفلاني او عاقبت فلان الفلاني اللاعب الفلان الفلاني بقد كده عشان عمل كذا، وامتى ما يقولش. ده الشغل الاحترافي بالمناسبه. فهي منظومه كامله، هي منظومه كامله، ودايره عمرها ما بتتفتح، بتفضل دايما مقفوله، بتفضل دايما مقفوله. فمن فضل حضراتكم ما تاخدوش وما تبصوش لهذا الكلام، ومن فضل حضراتكم كل الكلام اللي بيتقال في إطار هذه المواضيع ما هو إلا فقاعات هواء. كل واحد أصل الأهلي كسب الجونة في الدقايق الأخيرة، أصل الأهلي الروح بتاعته بقت أعلى من أي روح فريق في الـ 17 اللي باقيين، أصل الأهلي رجع للكلام ده تاني، أصل الأهلي رجع زي الأول، الأهلي 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 الأهلي. وبالتالي طب دوروا لنا بقى على حاجة بتحصل، دوروا لنا على حاجة توقف الناس دي غير الكورة، دوروا لنا على حاجة تخلينا نقول ان عندهم مشاكل وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا. فخدوا بالكم يا جماعه من الكلام ده، وانا عارف ان انا بكرر الكلام ده كل شويه، بس صدقوني لازم اكرره على حضراتكم، لان الحمد لله المشاهدات ابتدت تعلى كويس جدا جدا، الناس بتقعد تتفرج علينا، فبنقول لكم الصح، وبنحاول نقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. وسبحان الله بتلاقوا واحد اثنين ثلاثه فلان يطلع يتكلم وعلان يطلع يقول، كلهم عالم دخلاء على كره القدم، عمرهم ما لبسوا شرطات، ما يعرفوش يعني لما يجي يلبس شورت كده ما يعرفش يعني ايه لعيب يبقى متنرفز او لعيب متضايق ان هو بره ال 18 مثلا. يعني الناس دي ما تعرفش الكلام ده، خدوا بالكم. الناس دي سبوبه يعني طالعين وخلاص. فعشان كده انا بقول لكم من فضل حضراتكم ما تبصوش للناس دي دايما لما تيجوا، حتى قناه الاهلي طبعا وكل المواقع والجرائد اليوميه المحترمة، وما أكثرها الحقيقة، وما أكثرها. فكان مهم جدا أن أنا أتكلم مع حضراتكم في الموضوعين دول، لأنهم موضوعين مهمين جدا جدا جدا، ولسه الأيام اللي جاية كل ما تحصل حاجة افتكروا بقى احنا هنا في ملعب الأهلي قلنا لكم إيه. افتكروا كده لما يحصل تلاقي أصل إسلام الشاطر اتخانق مع سيد عبد الحفيظ مثلا، يعني ها افتكروا بقى أصل واتقال ان هيحصل كذا وكذا 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 وكذا. فخدوا بالكم من الكلام ده. بالمناسبه النهارده